اتصلت بي على حسب كلامك التسجيل. هذا الاتصال ماذا أردت به؟ هل أردت به التثبت؟ قال لماذا اتصلت بي؟ التثبت؟ لا، ما التثبت، ما التثبت، ما التثبت ولا التثبت ساي من غير الألف تحت السؤال لاستفهام. ما اتصلت بك عشان أثبت الزول ده يا جماعة؟ الزول ده أنا أخواننا ديل جيت ناقشتهم وانتوا حاضرين جزء منكم، وحصل بيني وبينهم من الجفاء مع بعضهم ما حصل، وفي الفترة ديك وهو سمع، الزول ده سامع كلام، وإلا هو اللقاء الأخير عنده. طيب اللقاء الأخير ناقش فيه أخونا أخينا ناقش فيه أخانا والدنايل، قال له مزمل لا سمع في اللقاء الأخير لقاء طيبة، قال كذا وكذا وكذا، مزمل كلامه ما في إشكال، لأن نعرف مراد مزمل من هذا الكلام بحسب صياغ الكلام إلى آخره، وما نعرفه عن مزمل حفظه الله تعالى. طيب الزول يا جماعة أنا مشيت له عشان أصلح، وبينه وبين أخواننا دي ما تعلمونه، وحصل مناقشة بيني وبين أخواني دي، وحصل شيء من الجفاء، برجع له بالتلفون بالليل ما بيرفع لي، بعد يوم يومين برجع له ما بيرفع، بيتصلوا به ناس بيرفع لهم. ركزوا في الكلام ده كويس، انت في مسائل وكيل بتاع اصلاح، مش مفروض تشوف الحاصل شنو؟ دي نقطة. اخر يوم ومنا رديت عليه، وده السؤال اللي سأل ليه اتصلت، انا اتصلت بعد ان علمت كذبك يا حسن، واشهد الله على صدق ما اقول، واسأل الله ان كنت كاذبا فيما سأقوله الان ان يكبني على وجهي في نار جهنم، اسأل الله ذلك، ومما يدل على صدقي أني بحت به لبعض إخواني قبل الرد. قال يا أخونا أحمد التوم أنا اتصلت به وهو بيستفهم أنت داير تثبت ولا داير حاجة تانية؟ كان داير تثبت أنا وريتك يا أحمد، وكان داير حاجة تانية ما تقول تدينا، لا داير حاجة تانية وتدينا. أنت عارف الحاجة شنو؟ الزول بيني وبينه كان مودة ومشيت له، أنا اتصلت به عشان أقول له السلام عليكم يا شيخ حسن، عليكم السلام، أنا والله ثبت لي في كلامك كذب، وأنا دار أرد عليك، قبل ما أرد عليك أعرف الكلام ده عشان ما أكون في ثوب بتاع خيانة، جيتك في بيتك وضحكنا أو تكلمنا و إلى آخره، وفي النهاية جيت بعد فترة اتفاجأت إني أنا رديت عليك، أنا دار أتصل بيك أقول لك أنا لقيت في كلامك كذب ودار أرد عليك، والكلام اللي قلت لكم ده الآن والبسبب اتصلت بيا حسن الساعة 12:47 دقيقة في يوم الرد ذاته يوم الخميس، جاني أخونا أحمد التوم أو لاقيته، المهم لاقيته، قلت له أحمد التوم المشي للمناقل خلاص، المهم تناقشنا فيها خلينا، وأنا اتصلت بيا حسن عطا الله، قال لي يا زول رد بعد لا اتصال لا مشي لا أي شيء، قلت له أنا اتصلت به عشان اقول له انا داير ارد عليك، انا لقيتك كذاب عندك كذب، لانه انا اختلفت مع ناس كتار وجلست مجالس، وما داير يوم من الايام حتى المخالف انظر لي نظرة خيانة كونه جلست معاه، واجي فجأة يلقاني رديت عليه وابا ما حتى له بالكلام. هذا القصد من الاتصال ويعلم الله ذلك، وهذا الرد الذي قلته وفنت فيه رده أباهله فيه في الدنيا، ولو وقفنا وبيننا لظى، شفت قدامنا جهنم ودي أرض المحشر في يوم قال الله فيه، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نقف قدام الله كذي يا حسن، الكاذب والذي لبس أو نسي وفعل وفعل، الله سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة، وفي الدنيا أنا جاهز لأي مباهلة في أي وقت.